في جوكر؟ في جوكر. تمام، ندوس على البازر. سؤال في التاريخ بعشرين نقطة، لو الإجابة صح اتعادلتوا، لو الإجابة غلط المباراة بقت في خطر. تاريخ، والسؤال هو: من هو ملك مصر مؤسس الجمعية السلطانية للاقتصاد والإحصاء والتشريع عام 1909؟ فات 8 ثواني وفاضل 8 ثواني 3 ثواني. مجدي الجواري إجابتك؟ الملك فؤاد الأول. فؤاد الأول إجابة صحيحة، أسسها وهو أمير وترأسها وساب الرئاسة أول ما بقى الملك. إنفينيتي اتعادلتوا 20-20.